أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سنتابع في هذه المقالة عن أفضل الممارسات الإدارية في المشاريع الناجحة. بعد قراءة مستفيضة في إدارة المشاريع وصلت إلى خلاصة مفادها يمكن أن يؤدي المزيج الصحيح من التخطيط والمراقبة والسيطرة إلى إحداث تغييرات في إكمال المشروع في الوقت المحدد والميزانية المقررة بنتائج ذات جودة عالية. سبب ارتفاع معدلات تعثر المشاريع هو اعتقاد أغلب الشركات أنها ستكون سعيدة بإنهاء مشروعها بدرجة ما من النجاح، لكن الحال غير ذلك بسبب ما تواجهه من المصاعب والمشاكل. حتى تتمكن المنظمات من إنجاز مشاريعها بشكل سريع وبأقل التكلفة وبجودة عالية عليها استخدام عمليات وتقنيات المشاريع الفعالة. حسب القائمة التي أعدها توم ميشيغو اللي توضح المراحل الرئيسية لإدارة المشاريع تناقش الخطوات الرئيسية لكل مشروع. أولاً التخطيط، أي وضع خطة العمل حسب وثيقة تعريف المشروع. اثنين، خطة عمل المشروع، إنشاء آفاق التخطيط للمشروع أي مجالات التخطيط للمشروع. ثلاثة، إجراءات إدارة المشاريع أي تحديد إجراءات إدارة المشاريع المشروع مسبقاً. أربعة، إدارة خطة العمل ومراقبة الجدول الزمني والميزانية للمشروع. خمسة، البحث عن علامات التحذير والمخاطر التي قد تواجه المشروع. ستة، إدارة الإمكانات أو الفرص، التأكد من موافقة العملاء على تغيير طلبات الإمكانات أو الفرص، العمل على عدم الوقوع في خطر خسارة الإمكانات أو الفرص، وإدارة المخاطر، تقدير المخاطر بشكل مسبق، الاستمرار في تقييم المخاطر المحتملة في جميع مراحل عمل المشروع، ومن ثم عاشرا هو حل المشاكل في أسرع وقت ممكن. طبعا التخطيط، الخطوة الأولى، سنبدأ بالخطوات. إذا الخطوة الأولى وضع خطة العمل حسب وثيقة تعريف المشروع. تميل المشاريع البنية التحتية في تكنولوجيا المعلومات إلى اختصار عملية التخطيط من خلال التركيز المباشر على العمل والبدء فيه، وهذا خطأ لأن الوقت المستغرق في التخطيط السليم للمشروع سيؤدي إلى خفض التكلفة وزمن التنفيذ وزيادة الجودة على مدى عمر المشروع، لأنه يمكننا تعريف المشروع على أنه الناتج الرئيسي لعملية التخطيط لتصف جميع جوانب المشروع على مستوى عالي. بمجرد الموافقة عليه من قبل العملاء وأصحاب المصلحة المعنيين يصبح أساساً للعمل الذي يجب القيام فيه. على سبيل المثال، عند التخطيط لعمليات ترحيل البيانات يجب أن يتضمن تعريف المشروع ما يلي: أولاً، نظرة عامة على المشروع، لماذا نريد القيام بعمليات الترحيل؟ ما هي برامج التشغيل الأعمال المطلوب؟ ما هي الفوائد المرجوة؟ المرحلة الثانية هي تحديد الأهداف، ما الذي ستحققه عمليات الترحيل؟ أي ماذا نأمل أن يتحقق؟ الثالثة، النطاق أي مجالات، ما هي ميزات الترحيل التي سيتم تنفيذها؟ ما الأقسام التي سيتم ترحيلها؟ ما هي الأشياء خارج النطاق؟ الافتراضات والمخاطر، إذا ما هي الأحداث التي نعتبرها كأمر مسلم به في افتراضات، وما هي الأحداث التي نشعر بالقلق بشأنها؟ هل ستكون الأجهزة والبنية التحتية الصحيحة في مكانها الصحيح؟ هل لدينا ما يكفي من السعة التخزينية؟ هل لدينا كفاية بالشبكات؟ أيضا المنهج، كيف ستتم عمليات تنفيذ الترحيل والمضي قدما؟ المنظمة، إظهار الأدوار المهمة في المشروع، من السهل تحديد مدير المشروع، لكن من هو العميل المستفيد؟ قد يكون رئيس قسم المعلومات لمثل هذا المشروع. من هم فريق المشروع؟ هل يمثل أي من أصحاب المصلحة؟ إذن أسئلة يجب الإجابة عليها. صفحة التوقيع، أطلب من العميل وأصحاب المصلحة الرئيسيين الموافقة على المستند مما يدل على أنهم يتفقون على ما هو مخطط له. التقديرات الأولية للجهد والتكلفة والمدة، يجب أن تبدأ كتقديرات تخمين أفضل ثم العمل على تنقيحه إذا لزم الأمر عند اكتمال خطة العمل. طبعا ما يميز الأكاديمية الملكية للاقتصاد والتكنولوجيا عن غيرها من الجامعات أنها تساعد على بناء المشروع والوقوف إلى جانبك لتحقيق نجاحك، لأن نجاح مشروعك أو منظمتك نجاح هنا، فهي تمنح شهادة ثلاثية الأبعاد في هذه المجالات. شكرا لحسن استماعكم.